المتحف الوطني للنيازك بالدار البيضاء يضم مستحثات دناصير وقطع نيزكية تم العثور عليها، يعرضها في قالب علمي مبسط لتقريب هذا العالم لكل من له رغبة في صبر أغواره. والسؤال المألوف، لماذا النيازك على هذا القدر من الأهمية؟ كل المعلومات اللي عندنا اليوم على تكوين ديال المجموعة الشمسية، المعلومات اللي عندنا على المصدر ديال الماء على وجه الأرض، على المصدر ديال الأحياء، على انقراضات ديال الأحياء على وجه الأرض، وحتى كذلك على المصدر ديال المكونات ديال الكون كله. هادو واحد مجموعة ديال المعلومات اللي تطورت بالأبحاث اللي تقامت على النيازك تقريبا هاد 100 سنة الأخيرة، لأن هاد الأحجار هادي هي أحجار، ولكن هي أحجار اللي كتعطينا حاملة معها واحد المعلومات اللي هي أصيلية، بحال الوقت الأول اللي تكون فيه المجموعة الشمسية كاين واحد نيزك اللي بحال بولاغويد، بحال واحد الصورة ديال في هذيك الآونة، وكاين نيزك اللي كتعطينا حتى معلومات قبل تكوين ديال المجموعة الشمسية.